رحب بحضراتكم. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن فئة جميلة جدا في هذا المجتمع، وهي ذوي الهمم أو قادرون باختلاف، اللي دايما ليهم بصمة في أي مكان. ودايما النادي الأهلي لو اتكلمنا بقى تحديدا بيكون حريص على دعم وتنمية مهاراتهم، وإحنا كمان في 10 صبح في الأهلي بنكون مهتمين جدا بهذا الملف. وشفنا مؤخرا مسرحية كانت أكثر من رائعة نظمتها لجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي، وهي مطلوب مخرج، وكان حريص جدا كابتن محمود الخطيب كمان على التواجد وتكريم الأبطال الحقيقيين. هنعرف تفاصيل بقى يعني كل الكلام ده وكواليس كمان اللي ورا هذا العمل الضخم من ضيوفنا دكتورة دينا محسن رئيس لجنة ذوي الهمم بالنادي الأهلي. يا صباح الفل. أهلا وسهلا. والأستاذ فيصل الشناوي مخرج المسرحية، صباح الخير عليك. أهلا بيكم. سعداء بوجود حضراتكم معانا، منورنا. وبعدين انتوا عملتوا حاجة جميلة جدا ومحترمة جدا الحقيقة. أنا عايز أستأذن حضرتك يا أستاذة دينا نبتدي معاكي ونعرف كده سر اهتمامك بذوي الهمم، يعني اشمعنى؟ وبعدين فكرة إن ليه في لجنة في النادي الأهلي مختصة بأصحاب الهمم دي حاجة جميلة جدا، برضو عايزين نعرف من حضرتك ملابسات هذا الأمر. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاون، صباح الفل على كل الأهلوية. في الأول أنا أصلاً طبيعة شغلي أنا مدير برنامج الإعاقة في أمديست، وهي منظمة غير هادفة للربح. البرنامج ده بينشئ مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات الحكومية. أنا بقالي 5 سنين بشتغل في البرنامج ده، ولما اشتغلت لقيت قد إيه الإمباكت بتاع الشغل عليهم بيبقى عامل إزاي. لأ قلت لهدفي إن هو هيكون خدمة الناس دي، سواء بشكل في شغلي أو بشكل تطوعي أو مجتمعي زي ما بعمل في النادي. الموضوع حصل إن أنا كنت في الأول عضوة في لجنة المرأة، وبعد كده في لجنة الطفل، وبعد كده باشمهندس وليد يعني عرف ان انا ليا طبيعه شغلي في الموضوع ده، فعمل معايا انترفيو قال لي ايه رايك نعمل. هي اوريدي لجنه ذوي الهمم كانت متواجده من اللجان من اول ما كابتن محمود الخطيب مسك طبعا في الدوره الانتخابيه 2017، هي موجوده من ضمن بقيه اللجان، لكن زي ما نقول كده تم تفعيلها بشكل جديد، تم يعني ايه تشكيلها او اعاده تشكيلها السنه اللي فاتت، ومسكتها وحاولت بقى ان انا يعني اعمل حاجه في الفتره القصيره. حضرتك عملتي حاجات الحقيقه وعلى اكثر من صعيد، يعني ثقافيا، فنيا، رياضيا، دي كلها حاجات في منتهى الاهميه الحقيقه. الحمد لله. واحنا معانا لقطات اهي دلوقتي، لان في ناس طبعا ممكن تكون ما شافتش العرض، بس هو عرض كان يعني تم بشكل احترافي. يعني اسمحوا لي ان انا كمان استاذ فيصل، اكيد حضرتك ليك دور كبير جدا كمخرج وبتتعامل مع فئه وقدرت انك تطلع منهم افضل يعني اداء، فبرضه لا لازم نعرف اكتر ازاي ده تم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد جدا بوجودي معاكم، وسعيد اكتر ان دي اول تجربه ليا في مصر بعد سفر، ان انا ارجع تكون مع الاهلي الوطن ده ومع الاولاد دول. الفكره يعني بدات بان احنا ليا صديق في النادي استاذ احمد عواد، هو بيمثل في المسرحية، يعني الوحيد اللي بيمثل في المسرحية من خارج ذوي الهمم يعني. واحنا معانا 30 ولد وبنت ما شاء الله، من اصل 50 كانوا مشتركين مسجلين تقريبا، 30 اللي استمروا عشان المسافة والوقت الطويل اللي اشتغلناه. فالفكرة ان احنا قعدنا مع المهندس وليد، فكرة التدريب، هو احمد قال لي تعالى، انا قلت له انا عايز اعمل تدريب للاطفال. احنا عايزين نعمل تحيه لكابتن وليد مبروك، يعني من الشخصيات الجميله في النادي الاهلي والشغاله بشكل يعني يومي بجد على الارض. ده حقيقه دايما وبشغل حقيقه. فهو احمد قال لي طب ما تيجي نروح النادي الاهلي، هو موجود في النادي، عضو في النادي، تعالى. قلت له نروح نعمل النادي الاهلي، يعني طموح قوي يعني احمد. فقال لي مالكش دعوه. هو احمد فضل ورا الموضوع لغايه ما خد لنا ميعاد مع المهندس وليد. قعدنا مع المهندس وليد، رحب جدا، ودي كانت بدايه ان الواحد ياخد دفعه. لا مهندس وليد قال لا، طب تعالوا بقى ايه، في لجنه ذوي الهمم وبنشكلها دلوقتي وهنشتغل وبتاع. وقابلنا بعد كده بالدكتوره دينا واستاذ محمد حسن موجود معانا والاستاذه مي، وقعدنا معاهم وابتدينا نعمل اعلان. فاشتركوا الناس وجم، اشترك 50 جم قعدوا معانا. فكانت الفكره ان احنا نعمل ورش تدريبيه تطوير مهارات، نشوف الاولاد عندهم ايه، يعني يقدروا يقدموا ايه. لقيت عندهم ايه بالمناسبه، وخصوصا ان حضرتك تعاملت مع 30 ولد وبنت ليهم ظروف خاصه وطبيعه خاصه، فاكيد التعامل برضو كان
هقول لحضرتك انا في البدايه ايه قلت كنت بعمل لهم زي احنا عندنا في المسرح ورش مسرح اعداد ممثل طبعا. فعمل لهم ورشه اعداد ممثل اشوف مدى استجابتهم طبعا. فانبهرت يعني لقيتهم بيستجيبوا شغل جماعي اداء حركي صوتي بشكل فاق خيالي الحوار يعني بدربهم على جمل وبدربهم على اداء صوتي ويشتغلوا مع بعض ازاي فلقيت الموضوع لا الموضوع ما ينفعش يعدي مجرد تدريبات فابتدينا بقى لا طب يلا بقى هنحول الموضوع ده لمسرحيه بس ايه شكل المسرحيه اللي يمشي معاهم قعدنا بقى كتير نجتهد يمين وشمال لغايه ما ايه جبت نص لصديق مؤلف اسمه احمد سمير ابتدينا نشتغل عليه وابتدينا نظبطه على يمشي مع الاولاد انها تبقى مشاهد متصله منفصله يعني مخرج وفرقه المخرج اللي هو الاستاذ احمد معاه فرقه مسرح عايزين يقدموا مسرحيه فجالهم مخرج كده يعني ماشي حالك فبيسرق بقى مشاهد من كل حاجه السيد ومن تايتانيك ومن العيله الحلميه والولاد بيمثلوا بقى الشخصيات دي يعني انت بتلاقي فجاه الولاد بقى قلبوا على العيله الحلميه باللبس بالبتاع فجاه في مشهد تايتانيك اللي بيجي لقطه منه بنعمل جاك وروز مشهد الغرق فمشاهد كوميديه فالولاد دمهم خفيف انا بعد شهر او شهرين تقريبا انا بصراحه منتهى الصراحه ما بقتش شايف ان دول ذوي همم انا بتعامل مع فريق مسرح ويمكن جه محمد مره قال لي انت بتتعامل انت بتقول لهم يا استاذ واستاذه وتفضلي واعملي وبتاع انت بتتعامل مع فرقه أيوة طبعا انا مش واخد بالي بس انا نسيت خالص موضوع ان هم ما شاء الله عليهم فيهم اي اختلاف لا 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 بالعكس ده هم متميزين جدا واللي عملوه في الفتره دي يفوق الخيال احنا في وقت احنا بنشتغل يومين بس مزيد بقى من الانتاج المسرحي او الفني لا فابهروني بصراحه هي اصلا فئه يعني خليني بس اروح مع حضرتك دكتور دينا تحديدا دي اكيد دراستك او يعني ده مجال عملك فئه ربما الثقافه بتاعتنا احنا كمجتمعات زمان كانت مختلفه ونظره ان هم يعني ايه ده ما يقدروش او فئه محدوده الكلام ده غلط تماما ويمكن دلوقتي الموضوع اختلف بشكل كبير بعد كمان لما نتكلم بصراحه اهتمام يعني القياده السياسيه واعطت بجد اختلاف على الارض فخلينا نروح مع طبيعه ذوي الهمه وتحكي لنا قد ايه الناس دي لان احنا انا وكريم كتير استضفنا وبجد كنا بنتعلم منهم انا مش بجامل او بحاول اضخم احنا بجد القصص اللي احنا كنا بنسمعها منهم حاجه جميله وتحديات وصعوبات قدروا ان هم يتخطوها ودعم كان من الاهالي فخلينا نروح شويه للنفسيه معاك عشان نقدر ان احنا نفهم اكتر هو في حاجه كمان انا كنت عايزه اضيفها على كلام استاذ فيصل موضوع المسرحيه احنا برضو المسرحيه كان في هدف خفي منها ان الولاد دولت بيتعمل عليهم شغل كتير قوي ناس ممكن بتشتغل معاهم بالكواليتي مش قوي عشان هم كده كده هينبسطوا في الاخر اي حاجه هنعملها هنبسطهم وخلاص فالمسرحيه بتحكي كده بتحكي واقع ان للاسف في ناس ما عندهاش ضمير بتستغل الولاد دولت وبتستغل اولياء امورهم فاحنا فكره المسرحيه ان احنا لا احنا ناس عاديه ممكن نكون ناس عاديه بس مش هقول قدرات خاصه لا طريقه ان احنا نمارس حياتنا الطبيعيه محتاجه تسهيلات معينه التسهيلات دي ممكن تكون يعني تسهيلات في البنيه التحتيه ده حاجه بقى اللي هو في المباني بتاعه الرصيف احنا عندنا مشاكل فظيعه عندنا مشاكل لان احنا عندنا في القاهره تحديدا مباني اثريه او مباني قديمه كتير فالموضوع بيبقى محتاج ان احنا نعمل رمبات ان احنا نسهل لهم الطريق هم صراحه او غيرهم لان انا كانت اول رساله ببعتها عن طريق اللجنه ان انا بقول ان احنا كلنا معرضين ان احنا يبقى عندنا اعاقه انا لو وقعت خلاص اي حادثه حصلت خلاص السيده الحامل الراجل او الست الكبار السن بيلاقوا صعوبه في التحرك صحيح. ففي عندنا عوائق اللي هي في البنيه التحتيه وفي المباني في عوائق كمان اجتماعيه ايوه للاسف اللي حضرتك بتقوليه ده وده اللي انا من خلال شغلي اصلا بشتغل عليه ان احنا بنحاول نغير النظره للولاد دولت من نظره طبيه ده نظره ان هو مريض او ابص له بصه شفقه لنظره الاجتماعيه النظره الاجتماعيه ان انا ببص هو يقدر يعمل ايه وافوكس عليه هم في حاجات معينه ما بيقدروش يعملوها في حاجات يقدروا يعملوها انا بشتغل على قدراته لان انا بقول ان هو عنده قدرات خارقه ولا انا بقول يعني حتى انا دايما استخدم لفظ الاشخاص ذوي الاعاقه لان مصر ماضيه على اتفاقيه الامم المتحده بالاسم ده والقانون المصري طالع بالاسم ده فانا يعني يمكن طبعا الاسم المجتمعي ذوي الهمم او ذوي يعني كل فئه او كل مكان مجتمعي اصبح ذوي الهمم اصلا يعني كل بعد سنين طويله من مصطلح ما كانش يعني هم ما يستحقوهوش قوي بس الاعاقه انا دايما اقول ان الاعاقه انا عشان هي مذكوره في القانون المصري بتاع الاعاقه الاشخاص ذوي الاعاقه فانا بحب
ان انا اقول اللفظ ده، لان ده اللفظ اللي مسؤول اللي موجود في القانون عشان ياخدوا حقوقهم، لازم اقول اللفظ ده. والاعاقه معناها مش انا عندي اعاقه، الاعاقه في المجتمع، انا المجتمع مش عارف يتقبل الاختلاف، او المجتمع مش مناسب. هي فعلا انت قلتي نقطه مهمه جدا، الاعاقه مش عند الشخص، الاعاقه في تقبل اصلا. انا بتفق معاكي جدا بصراحه. وبالمناسبه هل النظره المجتمعيه دي حضرتك لمستي ان هي اختلفت او في طريقها للاختلاف؟ طبعا انا شايفه اولا بشكل ملحوظ يعني في المجتمع. اولا صراحه يعني من ساعه ما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالملف ده، وانا شايفه الدنيا كلها متجهه صح. وطبعا النادي الاهلي كمؤسسه كبيره في الدوله هو اول مؤسسه يعني من اوائل المؤسسات اللي ايوه مواكبه اي ملف بيتم الاهتمام بيه، او اي مبادره بتعملها اي وزاره او الرئاسه. فنتيجه الاهتمام الرئيس بالملف ده فعلا الموضوع بقى فيه اختلاف. صحيح. الشغل المجتمعي بس محتاج وقت، انت عشان تغير المايند سيت محتاج شغل كتير بالزبط. مش بسهوله كده، فبنحاول. فكره كمان ان احنا بنحاول ندمجهم، الدمج ده مش يعني، وده ان شاء الله باذن الله اذا تم اختياري في التشكيل الجديد انا ناويه ان انا اعملها، الدمج مش كلمه وخلاص ان انا ادخلهم مع ولاد طبيعيه، لا انا لازم اهيئ الناس انها تتقبل الولاد دولت، وهيئ الولاد دولت ازاي يتعاملوا مع بقيه الناس بشكل طبيعي. كويس جدا. عايز اقول لحضرتك الحاجه، وممكن برضو استاذ فيصل ده يبقى السؤال مرتبط يعني، ممكن حضرتك برضو تجاوبنا. زمان برضو كنا بنشوف مش بس المجتمع اللي مش بيقبل، في اهالي يعني كانوا اصلا بيقفلوا على اولادهم ومكسوفين ان هم يطلعوهم، او حتى خايفين عليهم بزياده فبيدمروهم، لان ما حدش بيعيش لحد العمر كله. انت لما هتقعد قافل على ابنك ما في يوم من الايام هتروح وتسيبه وهو هيبقى لوحده، فالاعداد ده. فعشان كده انا هربط الكلام بتاع دكتور دينا بفكره برضو هنا، عايزاك حضرتك تنقل لنا الصوره بتاعه الاهالي للجمال او الاطفال دي، ازاي كانوا متقبلين، ازاي كانوا بيشجعوا اولادهم، يعني خلينا نعرف برضو من حضرتك. هو في البدايه لما قعدنا معاهم لقينا هي نفس الفكره اللي احنا طرحناها في المسرحيه، ان هم انتوا هتعملوا ايه؟ يعني خايفين ان احنا كمان نصبح متاجرين. يعني انا كمخرج جاي عشان اعمل شو، او انا واحنا بنقول ده بالنص في المشهد الاخير، الولاد بيقولوه بلسانهم، احنا محتاجين يعني، احنا مش عايزين حد يستغلنا ولا جاي يعمل شو على حسابنا ولا الكلام ده كله. احنا عايزين يعني حد يامن بينا وبقدراتنا ويدينا فرصتنا واحنا قادرين نعمل اي حاجه. في ذكاء ملحوظ في الرسائل على فكره. فده بيقولوا بيتكلموا في حاجات عظيمه الولاد بنفسهم في المشهد الاخير، وده خلى عينين الكابتن تدمع في لو شفتوا الفيديو مع اللقطه دي، يعني دمع حقيقي يعني مع الكلمات دي هم بيقولوها بلسانهم، فبيقولوها من قلبهم وكانوا بيقولوها بقوة. ده كان آخر كلام في المسرحية، الرسالة الأخيرة. الأمهات بقى قعدنا معاهم أنا اتفاجئت إن تقريبا نص الفريق دول أبطال رياضة. أيوة السباحة وما بين الكاراتيه، والبنت بطلة الاستعراض بطلة العالم في الكاراتيه لسه كانت في دبي، يعني مهتمين بهم جدا. وبعدين طب احنا عندنا يومين، يوم في الجزيرة ويوم في مدينة نصر، بيجوا ومستمرين لفترة 6 شهور. ولا الامهات والاهالي ليهم دور كبير جدا طبعا. ان هم شايفينهم حاجه كويسه، هم بعد شويه لما لقوا مننا ان احنا عايزين نعمل حاجه بجد ابتدوا يتفاعلوا معانا جدا. وجينا بقى في فتره قلت لهم لا احنا مش هنقعد بس نتفرج بقى، اولا انتوا هتدربوهم في البيت، مهما قعدت معاهم مش هنقعد وقت كتير، فانتوا اقعدوا سجلوا صوروا باي طريقه، المهم تدربوهم في البيت. فابتدوا يدربوهم في البيت. لما دخلنا على مرحله رسم الحركه والاستعداد للعرض ابتدينا نعمل فريق اداره مسرح من الامهات، يعني هتلاقي اداره المسرح فيه 3 يمين وثلاثة شمال، اللي قاعده على الموسيقى ام، اللي قاعده على الفيديو ام، يعني كل فريق العمل اللي صمموا الملابس اللي صمموا، يعني عملنا تقريبا من 10 او 12 ام هم فريق العمل خلف الكواليس. فلا هم كانوا عنصر اساسي من نجاح الملعب. اسعدتوا بالاطفال واسعدتوا اهاليهم واسعدتوا كل الحضور، وطبعا اكيد على راسهم كابتن محمود الخطيب واللقطه العظيمه اللي شفناها من شويه. انا بس عايز اتكلم مع حضراتكم في تفصيله كده، من حيث المبدا فكره التنمر فكره مؤسفه جدا على كل الاصعده، لكن لما يكون التنمر كمان على ذوي الهمم بيبقى الموضوع مؤسف بزياده ومؤلم كمان. ايه اللي ممكن نعمله عشان الطريقه دي تتغير والنظره دي تتغير والمعامله دي تتغير ابتداء من المدارس؟ ازاي نفهم الاولاد في المدارس ان الزميل ده او الزميله دي هما مختلفين لكن مش ماده للتنمر، مش ماده للاختلاف. ده نقدر نوصل له ازاي؟ لان ده اللي هينتج عنه ان المجتمع يبقى متصالح مع وجود فئات صح. مختلفه في وسطها. نعمل ده ازاي يا استاذ دينا؟ هو اهم حاجه لازم نشتغل عليها فعلا موضوع الوعي. الوعي ده ممكن يتم بطرق كتير قوي، من ضمنها مثلا الشكل المسرحي او الشكل الفن اللي احنا بنعمله ده، لان
انا يعني في شغل للمجتمع وفي شغل للولاد دولت وفي شغل كمان لاولياء الامور. على فكره احنا زي ما حضرتك قلتي اولياء الامور يعني الاهالي زمان كانت فكرها في اهالي كتيره كانوا بيخبوا اولادهم مش عايزين حد يشوفهم، وفي اهالي بتاخد الولاد دي بركه اللي هو احنا بركه بقى هناخد البركه بسببهم. الفكره دي بنبدا حبه بحبه مع اهتمام الدوله مع الشغل المجتمعات المنظمه منظمات المجتمع الدولي بتعملها ومؤسسات الدوله بتعملها الشغل والاعلام بيعملوا الفكره بدات انها تتحسن بدات. انا يعني انا برضو مثلا في الجامعه عندي انا بنقعد مع اولياء الامور اللي هو مراكز الاعاقه بنقول لهم يا جماعه القصه مش ان الولاد يدخلوا برضو جامعه وبس، القصه تشوفوا ابنكم هيقدر يعمل ايه ويعمله هينجح في ايه. احنا مش عايزينه يدخل ويعلق في الاخر شهاده اسمها شهاده جامعيه، لا احنا عايزينه ينجح حاجه يشتغل بيها، ما يشتغلش بنسبه 5% وخلاص، لا يشتغل عشان هو كفء ان هو يشتغل. فدايما شغلنا ان احنا بنحاول نرفع من كفاءتهم، ومن الناحيه الثانيه بقى بنشتغل على الولاد او الاطفال او الدنيا حواليهم انها تقبل الاختلاف، تقبل اللون المختلف، مش لازم اعاقه طبعًا. تقبل اللون المختلف، تقبل ان ده طويل قوي ده قصير قوي. والموضوع فعلا المدارس عليها عامل كبير جدا، واعتقد ان في مدارس كتيره جدا بتطبق الدمج، لان من القانون المصري القانون الاعاقه القانون اللي هو رقم 10 لسنه 2018 بيضمن حق الولاد دولت في التعليم بجميع انواعه سواء مدارس او الجامعه. فبدايه دخولهم للمدارس بس تهيئه المدارس الاول، ما ندخلهمش وخلاص زي ما بقول هي قصه ان انا مش هدخلهم وارميهم في الجامعه وخلاص، لازم تهيئه مثلا الستاف بتاع الجامعه يتعامل معاهم، تهيئه المكان ان هم يقدروا يتحركوا فيه بحريه، كل ده بيساعد من فكره الدمج وبيساعد بيقلل من التنمر وبيساعد على موضوع ان الاخلاقيات تنتشر ان احنا نتقبل بعض، نتقبل بعض باختلافاتها واتيفر الاختلاف ده ايه. صح جدا. هو الوقت بيجري بس احنا عايزين في الاخر برضو ناخد كده يعني رسائل امل وتوعدونا يعني برضو استاذ فيصل، هل احنا هنتوقف عند العمل ده ولا في حاجات لسه جايه وهتهتم بهذا الملف؟ احنا حابين نشوف ده كتير. بالعكس يعني احنا كنا بنقول ان دي بدايه كويس احنا قوي. عايزين نحط حجر اساس، وحتى يمكن انا قلت ده في الكلمه بعد العرض، احنا القينا الضوء على الكنز ده، انا مسميهم كنز لان محدش كان يعني ايه فنيا ممكن يوزعوا. انا شفت لهم بعض العروض في جهات تانية يعني بيطلعوا كومبارس كده يعني ساكتين، وفي ابطال عاديين، لا هم ابطال المسرحيه دول يقدروا يعملوا كل حاجه. فاحنا القينا الضوء عليهم طلعوا وكان في رساله مهمه جدا بس حابب اكد عليها، ان احنا اتفقنا كمشروع عمل ان الناس اللي تيجي تحضر المسرحيه دي مش عايز ناس تيجي تعطف على الاولاد. أيوة. أنا عايز نظرة احترام للولاد طبعا. وتقدير لمجهودهم، وده اللي شفناه في نظرات الحضور كلها. حلوة النقطة دي جدا. فده كان وده اللي أنا قعدت أتفرج على المسرحية بتفرج على الرياكشنات بس، والحمد لله إن التصوير جاب لنا رياكشنات الناس. أيوة. فخلاني فعلا الحمد لله نجحنا إن احنا نوصل للنقطة دي. فاحنا حطينا حجر أساس معانا فريق قوي 30 هنبدأ إن شاء الله نبني عليه مع اللجنة ومع النادي، إن احنا إن شاء الله نكون مستمرين مش بس مسرح، ففي يعني قرال وغنى. على فكره المسرحيه كان فيها استعراض، كان في مدرب استعراضات كابتن ايهاب عمل لقطه عمل استعراض بدايه على اغنيه النور مكانه في القلوب كانت جميله. واشتغلنا عايزين نعمل افلام ببطولتهم، افلام قصيره لان انا متخصص في الافلام القصيره. جميل كل اللي حضرتك بتقوله ده، واكيد كمان برضو ممكن يبقى في مساحه لعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه طبعا. اكيد وجود حد زي الاستاذ خالد جلال برضو المخرج المسرحي اكيد في النادي الاهلي برضو، دي نقطه مهمه جدا لان انتم بتعملوا حاجه مفيده يعني مفيده ليهم وللمجتمع، لان احنا عايزين المجتمع يبقى سوي، وزي ما حضرتك بتقول ما تبقاش النظره لا نظره سخريه واستهزاء ولا نظره حتى عطف ولا نظره عطف، مش عايزين اي نظره مختلفه. أيوة صح. لو ما كانتش نظره احترام على حد تعبير حضرتك يبقى ملهاش لازمه النظره. انا عايز اقول ان فعلا يا كريم يعني هم بنفسهم اللي بيكتسبوا هذه النظره، لان لما يقعد معانا مثلا نموذج زي كده ويبقى بطل ويقول لنا هو ازاي بيتغلب اصلا عن اي حاجه، يقول لك انا مش حاسس ان انا عندي اعاقه، ويحكي لنا قصه نجاحه ويجيب ميداليات ويرفع اسم مصر في محافل دوليه، هو اصلا كده كده احنا غصب عننا هنحترمه. فبصراحه هم كمان بيفرضوا احترامهم علينا، ف يعني ربنا يوفقهم فئه محترمه جدا ويوفق حضراتكم بجد في العمل اللي بتقوموا بيه، ونتقابل تاني وفي عمل جديد باذن الله. نورتونا، شكرا ليك يا دكتور دينا. شكرا ليكم، انتوا بتعملوا حاجه محترمه جدا وان شاء الله المزيد من النجاحات باذن الله. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده. اتفضل.